بسم الله الرحمن الرحيم. في أسمي وعشرة مدرستكم باسمة هاني، بذكر إنه يوم السبت عندك كويز الساعة 9 مساء، مدة الكويز تلت ساعة، ماشي؟ 7 أسئلة مالتيبل تشويس، وامتحان الميد حكينا بخمسة تمانية الخميس، 5/8، ماشي؟ على الساعة 12 لـ12:50. طبعا مادة امتحان الميد اللي هي الوحدة الأولى والثانية والثالثة، مادة الكويز اللي هي الوحدة الثانية، ماشي؟ الوحدة رقم 2 اللي هي الإف ستيتمنت والوايل والفور. بلشنا بالسترينجز، صار لنا محاضرتين، حكينا اس 1 ايكوال يرموك S2 equal فادي print S1 أكبر من S2. هل S1 أكبر من S2؟ كيف تتم المقارنة؟ ال Y مع ال F. ال Y هجائيا بتيجي بعد ال F، صح؟ إذا S1 أكبر من S2، شو بتتوقع رح تعطيني؟ True ولا False؟ سامعيني؟ هل S1 أكبر من S2؟ نعم رح تعطيني True. هاي رن أعطاني True. إذا ال Y هجائيا بتيجي بعد ال F، عشان هيك ال Y أكبر من ال F، إذا S1 أكبر من S2. إذا إحنا ما بنعد أحرف، إحنا بنقارن الحرف الأول مع الحرف الأول. لو كانت هاي يرموك، هاي الواي كابيتال، هاي الواي سمول، هل واي كابيتال أكبر من واي سمول؟ لا، فولس. إذا راح تعطيني فولس، راح تعطيني فولس. مين جاوب معاي؟ علي دكتور. علي عمر. طيب لو حكينا برنت لين الاس 1 بتعطيني لين 7 طول الكلمه اللي هي عدد الاحرف، فببلش اعد من 1 1 2 3 4 5 6 7. باللين بعد من 1، بينما بالاندكسينج الاندكس ببلش من 0. اذا عدد الاحرف عندنا اللي هو اللين راح يعطيني 7. برنت هل S1 equal S2؟ True ولا False؟ False. مين الجاوبات؟ سارة. إذا False، S1 لا تساوي S2. عندنا واحدة كابيتال وواحدة سمول فيها حرف على الأقل، إذا اختلفوا، إذا ما بيساووا بعض. برنت S1 دوت أبر، شو راح تعطيني؟ ايش ابر بتعمل؟ بتخليها كابيتال لتر؟ بتخليها كلها كابيتال لتر، صحيح. اذا راح تخلي لنا اياها كلها كابيتال لتر. طيب هاي رن، هاي كتبت لي، كتب لي يرموك كلها كابيتال. هل فعليا غير على S1؟ شو رايكم؟ يعني هاي برنت S1، هل تغيرت S1؟ لا دكتور ما تغيرتش. ما تغيرت، ليش يا علي؟ عشان البرنت جملة طباعة مش جملة زي ما تقولي إدخال. ما عملنا جملة إسناد، صح؟ ما عملنا جملة إسناد، فعشان هيك ظلت يرموك زي ما هي. إذا إحنا ما عملنا جملة إسناد، بينما لو أنا حكيت S1 بتساوي S1 دوت أبر، هيك أنا فعليا غيرتها. برنت S1 هل تغيرت S1؟ نعم تغيرت. وينها؟ هيها صارت يرموك كابيتال. إذا S1 صارت يرموك كابيتال، ماشي؟ لو كانت S2
يرموك كابيتال. وهسه سألت print هل S1 equal S2؟ شو راح تعطيني هسه، true ولا false؟ true. إذا هاي ران راح تعطيني true. هلا صاروا متكافئات، ليش؟ تنتين كابيتال، التنتين كابيتال. print S1 dot lower شو بتعمل؟ تخليها كلها lower case. إذا راح تطبع لي إياها lower. بس هل عدلت عليها؟ لا ما عدلتش لأني ما عملت إسناد. إذا طبع لي lower case منها. print S1 dot capitalize شو بتعمل؟ خلي أول حرف capital letter. أول حرف كابيتال. هل غي عدلنا عليها يا علي؟ لا ما عدلناش عليها، إحنا ما عملناش إسناد. دائما انتبه، عدلنا ولا ما عدلنا؟ ماشي الحال. إذا كابيتالايز خلت لي أول حرف فقط كابيتال. حكيت لك لو كان عندي يرموك يونيفرسيتي بهذا الشكل، شوف اليو أنا كاتبها كابيتال وعملت كابيتالايز، شوف الكابيتالايز، حتى الإشي اللي كان كابيتال خلته سمول. إذا كابيتالايز بتخلي فقط أول حرف كابيتال والبقية كلهم سمول، بتخلي البقية كلهم سمول. إذا هاي الأبر واللور وكابيتالايز. print L S2 in S1. هل S2 جزء من S1؟ true. علي بحكي لنا true، صحصحوا معي. ليش بس علي؟ هاي ترو. ليش ترو؟ لأنه S2 موجودة بأس1. مش هلأ S1 إحنا غيرناها هون، خليناها أبر كابيتال لتر. فهل S2 جزء منها؟ نعم جزء منها. إذا راح يعطيني ترو. صحيح يا علي. طيب في عندي كمان print S1 dot count. count بده يعد، عد لي مثلا كم اي عندي. S1 dot count الاي، كم اي عندي؟ تنتين. تنتين ايران راح يعطيني زيرو. ليش؟ ليش؟ عشان مش عشان لازم تكون capitalized او هكي. ممتاز، لانه احنا حولناه لابر هون صح، فمعناته دور على الاي سمول ما وجدها. اما لو دورت على الاي كابيتال هاي ران شو راح يعطيني؟ ثنتين. الاي كابيتال ثنتين لانه غيرنا اس 1 عملنا لها هون اسناد، غيرناها للكابيتال لتر. دورت على الاي سمول ما وجدت، دورت على الاي كابيتال وجدت ثنتين. اذا في عندي ثنتين اي كابيتال، في عندي ثنتين اي كابيتال. اذا الكاونت شو بتعمل؟ بتدور، بتعد، بتعد كم واحد موجود عندي، عد لنا كم واحد موجود عندي. طيب print S1 dot find ال I capital شو بتختلف هاي عن هاي؟ find شو راح ترجع لي؟ ال find ايش راح ترجع؟ الاندكس للاي، وين موجود الاي؟ بدور وين موجوده، هيها اول اي بعد بوجد الاندكس. هاي 0 1 2 3 4 5 6 7 هذا الفراغ 7 8 9 10. اذا وين موجوده؟ باي اندكس؟ بالاندكس 10. نتاكد هاي ران شو اعطاني الاندكس 10. اذا فايند تبحث بترجع لي الاندكس. لو دورت على الاي سمول والاي سمول مش موجوده عندي هاي ران شو راح يعطيني؟ ماينس 1 صح؟ اذا الفايند اذا مش موجود بتعطيني ماينس 1، اذا موجود بتعطيني الاندكس لإله. وين موجود؟ معاي ولا لا؟ مش موجود. اي سمول مش موجود، فعشان هيك اعطاني ايش؟ ماينس 1. بينما الاي كابيتال موجودة. وين موجودة؟ بأي إندكس؟ الإندكس 10، فأعطاني الإندكس لإلها اللي هي 10. طيب S1 dot find حرف الـ A و
وين موجود؟ هل موجود عندي A small؟ مش موجود. إذا راح يعطيني minus one. طيب الA capital موجودة؟ موجودة. ما احنا حولنا كل الكلمة هاي إلى capital. وين موجود الA capital؟ بأي index؟ واحد. واحد. دائما تذكر إنه الإندكس تكتعد من صفر. فهو موجود بالإندكس 1. موجود الA بالإندكس 1. طيب. وين موجود S2 داخل S1؟ من صفر ل 6. من صفر. من وين موجود؟ من صفر. إذا شو أعطاني؟ صفر. الموقع صفر موجود. الموقع صفر. معاي ولا لا؟ دكتور عم شايف اللي عالي يا جماعة وينكم؟ معاي؟ اللي معاي يرفع ايده. سامع صوت حدا غير علي؟ سارة شاركت، وينكم؟ يلا اللي معاي يرفع ايده. وين البقية؟ طب والبقية وين؟ محمد عصام موجود؟ مريم خالد موجودة؟ أحمد بسام موجود؟ إيهاب أمين موجود؟ طب أنا بدي أخذ أسماء الموجودين لعاد هيك صارت. وينكم؟ طيب إذا شفنا capitalize، شفنا count، شفنا lower و upper و find و len. نشوف ends with و starts with. print هل S1 dot starts with، هل S1 بتبلش ب S2؟ starts with و ends with بتعطيني true false. هل S1 starts with S2؟ هل S1 بتبلش ب S2؟ True. هاي ران شو عطانا؟ True. هل S1 starts with كلمة S2 الثابت S2؟ False. هاي ران شو عطانا؟ False. خلص نزلوا ايديكم، الرافعين ايديكم، نزلوا ايديكم. إذا هل ببلش بكلمة S2 بالثابت S2؟ لا، راح يعطيني False. هل S1 ببلش ب Y A capital؟ True ولا false؟ True. هاي ران راح يعطيني True. هل S1 ببلش with Y U small؟ False. طبعا راح يعطيني بالحالتين False. تشبهها ends with S1 S1 dot ends with، هل S1 بتنتهي بال Y capital؟ True. هاي ران عطانا True. هل S1 بتنتهي ب University Capital؟ True. مين الجواب؟ أحمد. أحمد إيش؟ أحمد المصطفى الحيار. مرة تانية أحمد إيش؟ أحمد المصطفى الحيار.
إذا أحمد بيحكي لنا ترو. طيب هل S1 ends with S1؟ هل S1 بتنتهي بS1؟ شو رأيكو؟ ترو. سارة بتحكي لنا ترو. هايرن شو أعطاني؟ ترو. هل S1 بتبدأ بS1؟ كمان ترو. ماشي. جلال أنت رافع إيدك، عندك سؤال؟ جلال إذا ما عندك سؤال نزل إيدك. دكتورة، دكتورة لا، بس لأنه قلتي مين حاضر فأنا ظليتني رافع إيدي. خلاص نزل إيدك. ماشي خلاص؟ أوكي. نزل إيدك. إذا starts with و ends with دائما بتعطيني true أو false، دائما بتعطيني true أو false. بحط هدول كلهم methods، بحط بالأول اسم string dot، بعدين بحط اسم الميثود، وبعدين بين أقواس بعض الميثودز في إلها argument بتستقبل إشي، وبعض الميثودز ما بتستقبل إشي. ماشي. إذا الاستقبال هذا اسمه argument، الاستقبال اسمه argument. Then هاي starts with و ends with. هاي المثال اللي حاطط لنا اياه كابيتالايز شفناها. كاونت بعد التي وجدنا ثلاثه. ends with هادي go to the city. print as dot ends with t. هل as بتنتهي بt؟ شو راح يعطيني؟ false. as dot ends with ty. هل بتنتهي بty؟ شو رايكو؟ true. true. هل S dot ends with T capital Y small؟ كمان true. لا false، مش T capital، هاي T small. إذا ما بتنتهي بT capital Y small، إذا false. هل S dot ends with CI؟ CI؟ لا هاي مش نهايتها، مش آخرها، إذا false. لازم لما أحكي ends with أوصل للنهاية. مثلا لو حكيت هل S dot ends with city؟ كلمة city صحيحة بتصير true. أما CI لحالها لا، لسه هاي مش بالأخير. أما ال Y صح، ال TY صح، تشبهها starts with. يجي على is digit و is numeric، هدول بيشبهوا بعض. لو كانت S بتساوي 532 print S dot is digit، هل هذا رقم ممكن يتحول يعني لرقم؟ هذا string هل ممكن يتحول لرقم؟ true. S بتساوي 532.56 كسترينج، هل ممكن تكون as dot is digit؟ إذا في dot بعتبرها false. إذا بس باخذ الرقم الصحيح كترو، بس باخذ الرقم الصحيح كترو، سواء بis digit أو is numeric، على الفيرجن اللي إحنا معنا ما بيختلفوا عن بعض. print s1 dot is digit. واحد اثنين ثلاث. يعني هل هذا ممكن يتحول لرقم؟ هايرن شكله رقم صح؟ إذا is digit takes no argument when given. بدون شوفوا S3 بتساوي 1 2 3 وهلا برنت. هل دكتورة عير؟ يس. dot is digit، هل هي true ولا false؟ هل S3 ممكن تتحول لرقم؟ true. true. إذا هاي عندي run أعطاني true. طيب لو كانت هاي 0.5 أو 0.6، مجرد لو فيها point خلص ما بيعتبرها is digit صحيحة، إذا run false. إذا بس السترينج اللي ممكن يكون كانتجر، هذا فقط اللي بيعتبره true لما بستخدم له is digit. وإذا النيومريك زيها ما بتختلف عنها، نفس الشيء الثنتين. طيب بهاي الفيرجن اللي احنا بنستخدمها ما بيختلف عن بعض، نفس الريزلت بعطونا. بينما لو حكيت S1 dot is digit، S1 فيها يرموك يونيفرستي، هل ممكن احولها لرقم؟ هل شكلها هيك رقم؟ لا دكتور. لا. إذا هاي ران شو راح تعطيني؟ فولز. راح تعطيني فولز. نجرب إذا النيومريك.
S3 dot is numeric. خليها واحد اثنين ثلاثة الأول. هل S3 dot is numeric؟ هاي رن. شو أعطاني true. خليها 0.6. هاي رن شو بيعطيني؟ false. خلي S1 dot is numeric. كمان رح تعطيني false. إذا is numeric و is digit زي بعض. إذا كان رقم صحيح بين quotation يعني 1 2 3 بين quotation هذا رقم صحيح. شكله هيك ممكن يتحول لرقم. إذا بيعطيني true. غير هيك بيعطيني false. حتى لو كان في فاصلة عشرية رح يعطيني false. لو حكيت CS 110 في أحرف غير الأرقام صح؟ إذا هل هو إذن يومريك؟ راح يعطيني هاي بدي أس 3 هاي رن راح يعطينا فولس إذا not إذن يومريك ماشي الحال؟ فور element in S1 print element شو راح يعطيني هاي رن شو اعطاني امشي على حرف حرف سميت متغير E for E in S1 ماشي راح ياخذ اول اشي حرف الواي بيطبع بعدين الاي شو صارت اي بيطبع بعدين الاي شو صارت ار بيطبع وهكذا اخر حرف عندي ايش الواي اذا مشالي حرف حرف وطبع لي اياهم مشالي حرف حرف وطبع لي اياهم اوكي فور element in S1 print اذا هل ممكن امشي عليهم حرف حرف نعم اذا بتطبعهم جنب بعض مثلا وبينهم end فراغ يساوي. ايوه end equal وهاي عندي فراغ هاي رن اعطاني اياهم جنب بعض بينهم فراغ بدي اطبعهم جنب بعض وبينهم مثلا داش الامتحان بحب احط لك داش بدل فراغات عشان ما تخربط في فراغ ولا فيش فراغ يعني غالبا نحاول هيك هاي يرموك يونيفرسيتي ماشي اعطاني داشز بينهم حتى بالسترينج بحب احط لك هيك مثلا أو أي إشارة يعني بحبش إني أتعرض كثير للفراغات بس مش معناته مش حيجي فراغ بعرف إيش يعني الله أعلم إذا هاي عندي يرموك يونيفرسيتي ماشي أطبع لي إياهم بين جنب بعض وبينهم داشز أطبع لي إياهم جنب بعض وبينهم داشز طيب فور إيلمنت إن أس 1 بدي أمشي عليهم حرف حرف بدي أشوف السؤال بحكي لك count how many vowel in S1 عدي لي كم عدد الفاولز شو هم الفاولز احرف العله اللي هم ايش خمسه ايوه اللي هم ايش A و I و O U E هدول بالسمول A Y O U E بالكابيتال إذا بدي أستخدم الكابيتال والسمول إذا بدي أعد أحرف العلة الموجودة بهالسترينج بدي أعرف vowels أو V بيساوي بدي أحط فيها أحرف العلة A و I و O U E وإذا أنا دقيق بدي أخذ كمان الكابيتال A و I و O ويو وإي عشان يكون حلي كامل أو ممكن أسأل عن الحرف والكابيتال لإله مثلا بغض النظر هي أخذتهم هيك سهلت على حالي for element in S1 طيب شو بده مني بده يعد إذا خلي متغير اسمه C مثلا قيمته صفر إذا كان الإيلمنت in S1 شو بدي أعمل إذا لازم أكتب شرط لكل E in S1 إذا كان هذا الاي موجود ضمن الفاولز شو اعمل؟ سي بلس ايكوال 1
إذا بدي أعد عدد الفاولز، ماشي؟ حددت شو هم عدد الفاولز، عرفت متغير، أعطيتكم ابتدائية صفر، هذا العداد. For E in S1، لكل E بS1. إذا كان هذا الـ E موجود بالـ V، موجود بالـ vowels، فمعناته عد اللي إياه. أخذ الـ Y، هل موجود بالـ vowels؟ لا. أخذ الـ A، موجود بالـ vowels؟ آه، عد اللي إياه، هي واحد. أخذ الـ R؟ لا. أخذ الـ M؟ لا. أخذ الـ O؟ آه، عد اللي إياه. إذا أنا بمشي حرف حرف وبسأل، هل هذا الحرف موجود بالـ vowels ولا لا؟ واضحة ولا لا؟ آخر إشي بس خلصت، شو بدي أطبع؟ برنت لا السي، اطبع لي قيمة العداد اللي هو سي. واضح؟ إذا لكل حرف، هل هذا الحرف موجود بالفاولز؟ إذا موجود بالفاولز عد لي إياه. هاي رن. شو أعطاني؟ عدد الفاولز 7، نتأكد. 1 2 3 اليو كمان 4 5 6 7، هاي 7 أحرف كانوا عبارة عن vowels. واضح ولا لا؟ مين مش فاهم؟ count how many capital letters in S1. عد لي كم عدد الكابيتال letters ب S1. هاي S1 فيها يرموك university، ماشي؟ بدي أعد، إذا هاي عداد، سميه أي اسم بدك إياه، أعطيته قيمة ابتدائية صفر. بدي أمشي على حرف حرف، شو أعمل؟ for element in S1، لكل حرف ب S1، شو بدي أعمل؟ بدي أسأل هل هو كابيتال، كيف أسأل هل هو كابيتال؟ يلا مين شاطر بده يحكي لي؟ كيف بدي أسأل عن الحرف هل هو كابيتال؟ ممكن افوت متغير زي مثلا في اللي حطيناه فوق، بس هي مش افيشنت كثير. علي بيحكي لنا اعرف في او اي متغير بيساوي احط فيه كل الاحرف الكابيتالز. ممتاز يا علي، صح بصير. او هم الاحرف الكابيتالز محصورين بين ايش وايش؟ بين اي وزد، بين A capital و Z capital. فهل بإمكاني أكتب شرط؟ بإمكاني أكتب شرط إذا كان الـ element أكبر أو يساوي إيش؟ A capital and الـ element أقل أو يساوي إيش؟ Z capital. شيك أنا حصرته بين A capital و Z capital؟ إذا الإيلمنت أكبر أو يساوي A كابيتال and الإيلمنت أقل أو يساوي Z كابيتال. عدوا C plus equal 1. إذا هل الإيلمنت أكبر أو يساوي A كابيتال and الإيلمنت أقل أو يساوي Z كابيتال؟ إذا أوكي عدوا. بس أخلص شو بدي أطبع؟ print لا C، اطبع لي قيمة العداد. كم حرف كابيتال عندي بيرموك يونيفرستي انا كاتبيته؟ 2. وعملت ران، هل اعطاني الجواب صح؟ اعطاني الجواب صح، اذا شغلي صح. اذا فور ايلمنت ان اس 1، اذا كان الايلمنت اكبر او يساوي اي كابيتال اند الايلمنت اقل او يساوي زد كابيتال، سي بلس ايكوال 1. ذكرتوا هذا الشرط؟ كيف ممكن اكتبه بطريقه ثانيه؟ اذا كان الايلمنت أقل أو يساوي Z capital وأكبر أو يساوي الـ A capital. إذن هل الـ A capital أقل أو يساوي الـ element والـ element أقل أو يساوي Z capital؟ يعني هل الـ E الـ element محصور بين الـ A capital والـ Z capital؟ إذا أوكي عد لي.
ذكرتوا هذا الشرط؟ ذكرتوا هذا الشرط؟ نفس الشيء مثلا اذا بدي مثلا السمول ليترز بخليهم بسال عن السمول، هل الاي اكبر او تساوي؟ يعني بخلي الاي والزد بالسمول صح؟ ايوه بخلي الاي والزد سمول ليترز، هل الاي اكبر او تساوي اي سمول اند اي اقل او تساوي زد سمول؟ هيك بعد انا السمول ليترز. واضح ولا لا؟ لا كثيرة بس هاي واحدة منهم، يعني انه اخذناها، اخذنا هذا الشرط. قيمة محصورة بين قيمتين، هاي هون حكينا عن الايتريشن فور ايتم ان سيكونس، نفذ اشي معين. ماي سترينج ايكوال اي بي سي فور كاركتر ان اي بي سي برنت الكاركتر، شو راح يطبع؟ اول اشي راح ياخذ اول كاركتر راح يطبع لي الاي، بعدين ثاني كاركتر راح يطبع لي البي، بعدين ثالث كاركتر راح يطبع لي السي. هي نفسها اس بتساوي اي بي سي فور كاركتر ان اس برنت الكاركتر، راح يطبع لي اي بعدين السطر اللي بعده بي بعدين السطر اللي بعده سي. نيجي على السبليت. سبليت فانكشن بجذب. The split function will take a string and break it into multiple new string parts. إذا بدي جزئ السترينج لمجموعة من الأجزاء depending on argument character، أنت بتحدد له جزئ بناء على إيش؟ إذا ما حددت معناته أنا بدي أجزئ بناء على الفراغ. إذا ما حددت بناء على إيش؟ معناته بناء على الفراغ، فراح ياخذ لي سامي لحال وهادي لحال والحسن لحال. ماشي؟ name equal سامي هادي الحسن. هدول كم كلمة؟ ثلاث. إذا بإمكاني أعرف ثلاث متغيرات first و middle و last equal name.split. name.split first شو راح يخزن فيها؟ سامي. و middle شو راح يخزن فيها؟ هدي. و last شو راح يخزن فيها؟ الحسن. لو حكيت له print first راح يطبع إيش؟ سامي. print middle راح يطبع هدي. برنت لاست راح يطبع الحسن. انا هون جزأت بناء على ايش؟ بناء على الفراغ. ماشي؟ حطيت اسماء ثلاث متغيرات وبينهم فواصل. ليش ثلاث متغيرات؟ لاني انا عارف السترينج فيه ثلاث مسميات بينهم فراغات. لازم يكون العدد صح اذا انت حطيت عدد متغيرات. نجرب. هاي عندي S1 equal يرموك university. يرموك فراغ university. حكيت S2 فاصلة S3 بيساوي S1 dot split. ما حددت يعمل split بناء على ايش؟ فمعناته راح يعمل split بناء على الفراغ. print S2 print S3. مين يحكي لي شو قيمة S2؟ يرموك. يرموك هايران. مين جاوبت؟ سارة. دكتور. برنت S3 شو راح يطبع لي؟ University. ماشي. هل تأثرت S1؟ برنت S1 ما أسند لنا هاش شيء جديد. أي ما هي صحيح يرموك University ما تغيرت داخل S1. أنا أوجدت متغيرين جداد، واحد اسمه S2 خزنت فيه يرموك، واحد اسمه S3 خزنت فيه University. طيب لو أنا عندي عملت السبليت، بدي أخلي هاي U سمول، هيك صار عندي هاي U وهاي U صح؟ بدي أعمل السبليت بناء على اليو. هلا لما أنا عملت السبليت بناء على الفراغ شو عمل؟ print 2 صارت يرموك يو. لما عملت السبليت بناء على الفراغ هو مشالي بالسترينج لحد الفراغ، شال الفراغ، اخذ يرموك لحال واخذ يونيفرسيتي لحال.
لما بدي اعمل سبليت بناء على اليو، خليني اخلي هاي زي ما كانت يو كابيتال، خليها شويه هسه بحكي لك ليش. بدي اعمل سبليت بناء على اليو، وين اليو؟ هيها صح. معناته راح ياخذ يرمو لحد اليو، راح يشيل اليو يرمو، هاي راح تكون بالسترينج 2، بينما من عند الكي راح تكون هاي بالسترينج 3. نشوف فصلت بناء على ايش؟ على اليو. فعندك ما قبل اليو هاي هيرمو صح، ما بعد اليو شال اليو، ما بعد اليو ببلش من الكي، كي فراغ يونيفرسي. وطبعا اس 1 ما تاثرت، فهمتوها هاي؟ عملت سبليت بناء على اليو، فهو ما قبل اليو اخذوا مع بعضه وما بعد اليو مع بعضه. لو كانت هاي اليو سمول صار عندي 2 يوز سمول، شو اعطاني؟ ايرور. مين يحكي لي ليش؟ لانه صار في 3 اجزاء واحنا معطينا بس جزئين. جاهزه يا ساره؟ لانه صار 3 اجزاء واحنا معطين بس اسم متغيرين، فانا بحاجه لكمان متغير. ليش؟ لانه هاي لحد الاو هاي متغير، وعندك من الكي مع الفراغ هاي متغير، شلنا اليو من الان للنهايه هاي متغير، فانا بحاجه ل 3 متغيرات. لو حكيت برنت اس 2 اس 3 واس 4، هاي رن، هاي يرمو، بعدين الكي، بعدين من عند الان للنهايه. طيب لو انا ما بعرف كم عدد المتغيرات، اسهل اشي اريح راسي واحكي ال او اي اسم متغير بيساوي اس 1 دوت سبليت. هيك بغض النظر عن عدد المتغيرات، عدد سوري الكلمات الموجوده عندي، هاي برنت ل ال ال، هاي رن، شو اعطاني؟ فصلت بناء على الفراغ صح، فاعطاني ال ال اللي هي يرموك فاصل يونيفرسيتي. طب شو هذا الشكل؟ هذا الشكل اسمه ليست، راح ناخذه بعدين. اذا السبليت لها علاقه مع الليست، بامكاني احط اسم متغير واحد راح يقسم لي اياهم داخل ليست، راح يقسم لي اياهم داخل ليست. هون قسمهم بناء على ايش؟ بناء على الفراغ. لو بدي اقسمهم بناء على اليو، هاي اليو، هاي رن، قسمهم بناء على اليو، بصير هذا الاسلوب، بيعطيني اياه على شكل ليست، بس هو مش مذكور عندك هلا بالسلايد. طيب نيم بيساوي سامي هدي الحسن، فيرست ميدل لاست ايكوال نيم دوت سبليت، قسم بناء على الفراغ، برنت فيرست برنت ميدل برنت لاست، طبع لي كل واحدة على سطر. هلا بدي اغير ترتيبهم، برنت ترانسفورم، ترانسفورم ايكوال لاست، بيحط لي الحسن اسم العيلة بالاول، زائد كونكاتينيت فاصلة، كونكاتينيت فيرست الاسم الاول، كونكاتينيت فراغ، كونكاتينيت ميدل الاسم الثاني. مش مرات بحطوا اسم العيلة بالاول؟ فهون شو عمل بهذا الكود؟ جزأ لي الاسم لثلاث أجزاء عشان يقدر يحط لي اسم العيلة بالأول. name بيساوي سامي هدي الحسن، first middle last equal name dot split، print first وmiddle وlast، راح يطبع سامي وهدي والحسن. هلا بده يعكس ترتيبهم، شو بده يحط؟ last بالأول يعني الحسن العيلة، بعدين فاصلة، بعدين سامي اللي هي الفيرست، بعدين فراغ، بعدين ميدل اللي هي هدي. ايش صار عندي؟ الحسن فاصلة سامي فراغ هدي، واضحة؟ ماشي الحال. حط هون بينهم فاصلة وفراغ وهون فراغ، هاي فاصلة وفراغ وهون فراغ، لأنه لما قسمهم راح الفراغ يعني. بده يحكي لنا مثال، يعطينا مثال آخر مثال بهذا الشابتر اللي هو البالندروم. بالندروم string that prints the same forward and backward. السترينج اللي إذا بشيت فيه من البداية للنهاية هو نفسه من النهاية للبداية. اقرأ هاي كرك، اقرأها بالعكس كرك، ماشي؟ اقرأ هاي
مدام اي ام ادم. انسى الفراغات والبنكشويشنز واقراها بالعكس، مدام اي ام ادم. نفسها ولا لا؟ نفسها. اذا بهذا المثال بده ياخذ سترينج ويشوف لنا اياه هل هو بالندروم ولا لا. بحكي لي انه بهذا المثال مش مهم عندي الكابيتال والسمول، مش مهم عندي البنكشويشنز، بده يتجاهل، بده يستخدم إشي اسمه string، إشي جاهز باللغة زي import math. في عندي هون import string، بده يستخدم بعض الأشياء منها. Every letter is converted using the lower method. أول إشي بديش الكابيتال والسمول، إذا أول إشي كله بدي أحوله مثلا لسمول letter فبستخدم lower. بده يستخدم import string عشان يستخدم أشياء جاهزة موجودة زي string.digits الأرقام، string.punctuation علامات الترقيم، string.whitespace الفراغات. هذا كله بده يتجاهله، عشان هيك بده يجيب لي إياهم جاهزين من import string. بده يستخدم method مهم جدا اللي هي replace. replace شو بتعمل؟ استبدال. خليني أجرب لك الريبليس بالأول عشان تعرف شو بتعمل الريبليس. S1 بيساوي يرموك يونيفرسيتي S1 بتساوي S1.replace. استبدل حرف الاي، حط لي بداله مثلا question mark. اذا بدل الاي، حط بدالها question mark. برنت للاس1. هايرن شو عمل؟ كل اي شو حط لي بدالها؟ question mark. يرموك ما فيها اي، طلع على يونيفرسيتي فيها تنتين اي، شو صاروا؟ question mark question mark. اذا شو بتعمل الريبليس؟ بتبدل الجزء الاول، الحرف الاول، البارامتر الاول، الارجيومنت الاول اللي هون، بتحط بداله الارجيومنت الثاني. لو انا مش عامل اسناد معناته ما تغيرت اس1، لو عامل اسناد اتغيرت اس1. هون احنا عاملين اسناد، اذا فعليا غيرت على اس1. اذا ريبليس شو بتعمل؟ تستبدل. استبدلت الاي، حطيت مكانها كويشن مارك. نعم يا ساره. دكتوره لو حاطين الاي اي كابيتال حيعطيني ايرور؟ هاي عندنا اي، تسال ساره لو كانت اي كابيتال، نجرب مع بعض. هاي رن شو اعطاني؟ دور وين في اي كابيتال، ما فيش، فما بدل شيء. صح سارة؟ تمام، شكرا دكتور. هلا، ما اعطى ايرور، بس شاف وين في اي كابيتال، ما وجد اي كابيتال، فحط لي، فما حط ليش ابدا كويشن مارك، ضل السترينج زي ما هو. باكد مره ثانيه الاسايمنت، لو ما فيش اسايمنت معناته ما تغيرت اس1. طب افرض انا غيرت باس2، اس2 بتساوي اس1 بتريبليس. برنت اس2، التعديل على مين؟ رجعتها اي سمول. التعديل على مين؟ على اس1 ولا اس2؟ اس1 2. مين اللي تعدل؟ اللي على يسار الاساينمنت. فانا طبعت اس2 اعطاني يرموك يونيفرسيتي فيها كويشن ماركس، طب اطبع اس1 بيرجع الاولاني. هل تعدلت شيء؟ هايرن زي ما هي بتلاحظ. اذا هون التعديل على اس2 وليس اس1. ماشي، انا هيك عدلت على اس2 مش اس1. لو عملت بس برنت، رح باكد هاي على هاي النقطة لأنه كثير يعني بتغلطوا بهيك أسئلة. برنت لأس1 دوت ريبليس، هاي بس جملة طباعة صح؟ الريبليس هيها بدلت، لكن اطبع لي أس1، هل أنا عدلت على أس1؟ ما عدلتش، إذا ضلت زي ما هي أس1. ماشي يا جماعة؟ إذا هاي وظيفة الريبليس. We remove all unwanted characters. بدي أشيل كل الأحرف اللي ما بديش إياها. With the replace method. First argument is what to replace. The second, the replacement.
إذا بدي أبدل كل الأحرف اللي بديش إياها باستخدام الريبليس. ماشي؟ الإشي اللي بدي أبدله بحطه بالأول، والإشي اللي بدي أحطه مكانه بحطه الأرجومنت الثاني. افرض إنه أنا حاكي لك احذف لي كل الآيز من يرموك يونيفرسيتي. احذف الآيز. ما بدي أبدلها بكوشن مارك، بدي أحذفها. معناته شو أحط هون؟ ما تحطش إشي؟ ما بنحطش إشي ولا حتى فراغ. إذا فتحت كوتيشن وسكرتها. إذا أنا هيك حذفت الحرف. هايرن. طلع يرموك يونيفرسيتي. شايفين؟ بدون ولا آي. هي. طبعا لاني مش عامل اسناد برنت اس 1 ما تعدلت زي ما هي. لو عاملين اسناد كان فعلا لغالي الايز الموجوده باس 1 هون بس جمله طباعه. اذا لو حكيت لك احذف الحرف تخلص منه، اعمل له ريبليس مع ايش؟ مع امتي سترينج. اعمل له ريبليس مع الامتي سترينج. طبعا ريبليس هاي ميثود، بحط بالاول اسم السترينج اس 1 او السترينج نفسه يرموك يونيفرسيتي بين كوتيشن دوت ريبليس، وبعدين اسم اول شيء السترينج اللي انا بدي استبدله، وثاني شيء السترينج اللي بدي احطه مكان. طيب استبدل يرموك بامتي سترينج. ايرن شو اعطانا؟ لا فيش يرموك. هاي كابيتال. استبدل يرموك بامتي سترينج، شو صارت؟ يونيفرسيتي طبعا لي. شال يرموك كلها. ماشي؟ شال يرموك كلها. برنت اس 1 لانه هاي جمله طباعه، يرموك يونيفرسيتي ما تاثر. فاهمين؟ ماشي الحال؟ اه دكتوره. هاي بالنسبه للريبليس. الكود هذا كامل ناس يحط لنا اياه بالسلايد، هسه حطيته. بدي احط لك اياه كمان بالسلايدز الموجوده على الاي ليرنينج. بده يحل لي سؤال البالندروم. مدام اي ام ادم او كلمه كرك، بدي اشوف هل هذا السترينج قراءته من البدايه للنهايه هي نفسها قراءته من النهايه للبدايه. امبورت سترينج. ليش؟ بده يستخدم منه البنكشويشن، الوايت سبيس الفراغات، بده يشيل الفراغات والبنكشويشن علامات الترقيم ما بدنا اياها. اذا اوريجينال سترينج ايكوال انبوت، انبوت سترينج حكينا لليوزر ادخل سترينج، موديفايد سترينج ايكوال اوريجينال سترينج دوت لور. اخذت هالسترينج حولته لللور. اذا السؤال حاكي لي مش مهم الكابيتال والسمول، فحولته كله يا سمول لتر يا كابيتال لتر. هون حول لي يا للسمول لتر. سمى متغير اسمه باد كاركترز، حط فيها كل السترينج دوت وايت سبيس الفراغ التاب، زائد السترينج دوت بانكشويشن كل علامات الترقيم. طيب ليش هدول حطهم مع بعض؟ هدول الاشي اللي بدهم يستثنيهم، بده يستثنيهم يعني بده يعملهم ريبليس مع امتي سترينج، بديش اياهم. فور كاركتر ان موديفايد سترينج، لكل كاركتر بالسترينج. اذا الكاركتر ان باد كاركترز، اذا كان هذا الكاركتر موجود بالباد كاركترز اللي انا ما بدي اياهم، موديفايد سترينج ايكوال موديفايد سترينج دوت ريبليس، استبدل الكاركتر هذا بايش؟ بامتي سترينج. يعني اي فراغ، اي علامه تعجب، اي هاي مثلا الفاصله هاي العلويه، كلهم بدي اشيلهم. فمعناته عملت امشي على كل كاركتر بالسترينج. اذا كان هذا الكاركتر موجود بالباد كاركترز احذف لي اياه. كيف بدي احذفه؟ موديفايد سترينج ايكوال موديفايد سترينج دوت ريبليس الكاركتر بايش؟ بامتي سترينج. لاحظ انه عدل عليه نفسه، عمل اسناد، عمل اسناد، عدل على السترينج نفسه. واضح لحد هون؟ هيك انا تخلصت من الاشياء الزايده اللي انا ما بدي اياها، الفراغات، علامات الترقيم، وبالاصل كمان عملت خطوه اولى اللي هي ايش؟ حولت كل السترينج لللور كيس. هلا بدي اسال، هل قراءه السترينج من البدايه للنهايه هي قراءه السترينج من النهايه للبدايه؟ اذا if modified string equal modified string نقطتين راسيات نقطتين راسيات minus 1، شو بده يطبع لي؟ The original string is، بيطبع لي الاوريجينال سترينج. ذا موديفايد سترينج از، بيطبع لي الموديفايد سترينج. ذا ريفرسال از، بيطبع لي موديفايد سترينج نقطتين راسيات نقطتين راسيات ماينس 1. اذا راح يطبع لي السترينج وعكسه. ماشي الحال؟
راح يطبع string is a palindrome. هات هيك شكل فورمات شكل طباعة ماشي. لما عمل لي هيك the original string is بطبع لي original string. The modified string is بطبع لي modified string. The reversal string is modified string بالعكس. شو طبع إنه string is palindrome. طبع إنه هذا string palindrome. إذا لا بده يطبع لي إيش string is not a palindrome. مش مشكلة هاي الفورمات آه. المهم طبع لي هون إنه بالندروم وهون طبع لي إنه not a بالندروم. إذا أول إشي أخذ اللور. بعدين كل bad character استبدلوا بإيش؟ بإمتي string. بعدين سأل هل string من البداية للنهاية هو نفسه من النهاية للبداية؟ إذا أوكي اطبع بالندروم إذا لا اطبع not a بالندروم. واضح ولا لا؟ مين عنده أي استفسار؟ دكتورة بس بدي أسأل عن الواجب. تفضلي. هسا عادي مثلا نكتب على الوورد مباشرة ولا لازم نكتب على البايثون بعدين بعطيك إياه؟ لأن بهمني إنكم تجربوا البرمجية صح ولا لا؟ فبهمني إنكم تكتبوا على البرمجية بالأول عشان تعاملوا معها يعني. قصدي لما نبعث لك إياه. بعثي لي إياه ماله؟ ابعث لك اياه على الوورد ولا بصير يعني. عادي بصير اعملي كوبي بيست للوورد وبعثي عادي ملف وورد بقبله عادي. شكرا دكتور. بس دكتوره هو لاي ساعه اليوم بيضل؟ نهايه اليوم للساعه 11:59 دقيقه. والله انا كثير عندي امتحانات عشان هيك والله. الله بيعين ان شاء الله. هل عنده اي استفسار عن محاضره اليوم؟ طيب فاهمينها؟ إذا إحنا هيك خلصنا مادة الميد ماشي؟ خلصنا مادة الميد. الأسبوع الجاي إن شاء الله بنبلش بشابتر 4. بذكر لا تنسى لنهاية اليوم تسليم الوظيفة. يوم السبت عندك كويز الساعة 9 مساء ويوم الخميس 5-8 عندنا امتحان الميد الساعة 12. امتحان الميد على المنظومة إكزام 1. أما الكويز زي ما تعودنا على الايكون هاي مجمعه لكل الشعب. يعطيكم العافيه جميعا. الله يعافيك. راح ابلش اليوم بشابتر 4 راح ننهي لحدكم. اي استفسار؟ خلاص نطلع؟ يلا يعطيكم العافيه. الله يعافيك دكتوره.